تحية نضالية لمجموعة معطلي ومعطلات سيدي رحال الشاطئ. احنا مدة نخوض هذا الاحتجاج اليومي والمستمر بمنطقة سيدي رحال الشاطئ وتحديدا امام بلدية وباشوية سيدي رحال الشاطئ. الطريق كان دائما مسدود، وكان دائما رغم وجود ما يسمى بالحوار، رغم كل هذا لازلنا نحس ونشعر بأن الطريق مسدود أمام معضلة العطالة في منطقة سيدي رحال في صفوف المجازين وأصحاب الشواهد العليا بالمنطقة. وأكثر من ذلك نسجل عدم إحساس المسؤولين بأهمية هذه القضية الوطنية، ونسجل عدم الاهتمام من طرفهم بواقع الحال الذي يعيشه المعطلين والمعطلات بمنطقة سيدي رحال الشاطئ. وأكثر من ذلك نسجل عدم المبالاة وعدم الاكتراث لهذا الملف المطلبي والمشروع. كانت هناك حضور خلال الحوارات غير الرسمية وغير المسجلة في محاضر، رغم ان هذا واجب ان يكون هناك محضر لاي حوار مع اي مسؤول في الدولة المغربية، لكن رغم ذلك كنا نقبل بهذا الحوار لعلنا سنجد يوما حلا لهذه المعضلة. لكن للأسف كانت دائما الوعود مخيبة للأمال، مما يؤسس الوضع ويؤزم الوضع بهذه المنطقة، حيث أصبح الحال عند كل معطلين ومعطلات سيدي رحال الشاطئ هو التصعيد. ونحمل من هذا المنبر المسؤولية للمسؤولين. كانت هناك حلول بديلة مقترحة من معطلي ومعطلات سيدي رحال الشاطئ، كهربون عن عدمية مطالبهم الاجتماعية. كانت هناك حلول بديلة مقترحة من طرف معطلي ومعطلات سيدي رحال، وكانت بطلب من المسؤولين وليست بطلب من المعطلين. لكن رغم ذلك جئنا بحلول بديلة، لكن صدمنا دائما بأن المسؤولين مسؤولي السلطة ليست لهم أي سلطة للتدخل في هذا الموضوع، سواء كانت الوظيفة العمومية أو الحلول البديلة. فمجموعة معطلي سيدي رحال تتفاعل اليوم حول الجهة التي يمكن أن يتوجه إليها هؤلاء المعطلين. سيتوجه المعطلين للمركز التجاري الموجود بمنطقة سيدي رحال، فالأمر طبيعي أن يتوجه المعطلين إلى مسؤولي المنطقة. المتمثل في الباشوية وبلدية سيدي رحال الشاطئ. وهؤلاء المسؤولين يقولوا أن ليس لهم حل أو ليس لهم مقدور. نحن نتساءل ما هي القدرة التي لديهم؟ نتساءل عن القدرة وعن الدور الذي كلفوا به، سواء ممثل السلطة المحلية باعتباره ممثل السلطة، وممثل السكان باعتباره مسؤول عن هذه الشريحة التي تعتبر من الساكنة. أين هو دور رئيس